أولا نتقدم بالشكر والعرفان لقيادة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم السلة الغذائية في مديرية الشحر في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، خاصة أنه مستهدف الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، ونحن في السلطة المحلية نرفع لهم شكرنا وتقديرنا واحترامنا. الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من إعانات مديرية الشحر، وفعلا في ناس مستحقين في هذا المديرية، وجزاهم الله خير على هذا المعاونة. ونشكر برضو السلطة المحلية على المتابعة التي تقدمها.